جولتنا بأهم الأخبار المتداولة، طبعا بعد جامعة تبوك وجامعة الأميرة نورة، جامعة الملك عبد العزيز أيضا اتفقت مع إدارة المرور لتعليم القيادة للسيارات بحيث أنها راح تعطي دورات أو شهادات معتمدة لقيادة السيارة. طبعا احنا شفنا قبل كذا خلال الأسابيع الماضية أنه الكثير من الجامعات بتهتم أنها تعلم القيادة في داخل حرم الجامعة، ولكن هذه المرة حنشوف جامعة الملك عبد العزيز فين وكيف ومتى راح تبدأ في تعليم القيادة. صحيح، وطبعا رؤى وغزل معنا وكيل المشاريع في جامعة الملك عبد العزيز دكتور عبد الله الغامدي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أختي الكريمة. أهلا دكتور عبد الله، يعني بداية متى سيتم التطبيق الفعلي لهذه المدرسة؟ طبعا احنا عارفين أن جامعة الملك عبد العزيز سباقة ومبادرة، كانت إحدى أيضا المدارس المشاركة مع المرور في إنشاء مدرسة لتعليم القيادة، لكن لو تقول لي متى سيتم التطبيق الفعلي لهذه المدرسة؟ بحمد الله تم هذا اليوم توقيع الاتفاقية بين الإدارة العامة للمرور وجامعة الملك عبد العزيز. نعم. وقد بدأنا استعدادات منذ أكثر من شهر في التصاميم والتجهيز للبدء في إنشاء المدرسة. وسنبدأ إن شاء الله ننطلق فورا في إنشاء المدرسة وتجهيز المناهج والمدربات وكل ما يحتاج لاستقبال المتدربات إن شاء الله في قبل بداية شهر رمضان المبارك إن شاء الله لهذا العام. جميل. دكتور عبد الله، كم الطاقة الاستيعابية للمدرسة لتعليم القيادة من ناحية أعداد السيدات؟ المدرسة طبعا ستقدم التعليم النظري، التدريب النظري والتدريب العملي في الميدان. فالتدريب النظري نستهدف وصول إلى 600 متدربة في اليوم الواحد، وفي التدريب الميداني نستهدف 300 مدربة إن شاء الله كمرحلة أولى، وإذا كان هناك حاجة أكبر من ذلك سنتوسع في إنشاء ميادين إضافية لاستقطاب أو لاستقبال عدد أكبر من المتدربات إن شاء الله. إذا يا دكتور عبد الله، وين راح يكون مكان أو مقر المدرسة؟ وهل لها فروع خارجية أو لا؟ المرحلة الأولى سيكون المقر الرئيسي في المدينة الجامعية بالسليمانية، في المقر الرئيسي لجامعة الملك عبد العزيز. وإذا كان هناك توسع فسيكون في فروع الجامعة في منطقة الفيصلية وسط مدينة جدة. جميل. ذكرت دكتور عبد الله انه راح يكون في استعانه بمتدربات لتعليم الفتيات القياده، هل سيتم الاتفاق مع متدربات معينات بحد ذاتهم، ولا راح يكون يعني مثلا بتجيبوا احد من برا عشان او شركات مختصه عشان يتم تدريب البنات؟ نعمل الان على خطين متوازيين، نتعاون مع مراكز تدريب تعليم القياده في دول الخليج، نستعين بهم لتدريب المدربات. نعم. وايضا استقطاب مدربات من خارج المملكه كمرحله اولى ليدربوا المدربات السعوديات، وكما تعلمون فان في عدد كبير من السعوديات لديهن رخص قياده من خارجيه من امريكا ومن اوروبا ومن غيرها. صحيح. وجاهزات ليدربوا المتدربات، ولكن يحتاجوا الى دوره تدريبيه ليكونوا مدربات للمتدربات ان شاء الله. جميل. طيب دكتور عبد الله، احنا كمان سمعنا في اكثر من جامعه بتقوم بتدريب الطالبات او منسوبي الجامعه داخل الحرم، فكيف بالنسبة للناس اللي برات الجامعة أو اللي ما بيكونوا بيدرسوا؟ لا يا أختي الكريمة، المدرسة هذه صحيح أنها داخل الحرم الجامعي لكنها مفتوحة لجميع السيدات سواء من منسوبات وطالبات الجامعة أو من المجتمع. جميل جميل. طب دكتور عبد الله، إذا كان أنت بتقول المدرسة حتكون داخل الحرم الجامعي، طب كيف من ناحية تنسيق وترتيب الأوقات بحيث أنه ما تتضارب مع وقت الدراسة للطالبات الجامعيات؟ طبعا الموقع سيكون في جزء من الحرم الجامعي وسيكون له مداخل ومخارج منفصله عن المداخل الرسميه للجامعه، بحيث يسمح لمن ليس لديها بطاقه جامعيه ان تدخل في اي وقت تشاء وتخرج في اي وقت. وسيكون هناك تنسيق مع المرور بالنسبه لحركه الدخول والخروج من مدارس القياده. هل لكن حركه المرور ستكون منفصله تماما عن حركه المرور داخل المدينه الجامعيه. هل في مجال تذكر لي كم حتكون عدد ساعات الدراسة النظرية بالإضافة إلى العملية؟ يعني قد إيش أحتاج من الحصص أخلصها عشان أبدأ أقدر أستخرج البطاقة، عفوا رخصة القيادة؟ والله يا أخي بالنسبة لساعات التدريب في المتعارف عليه أن الإدارة العامة للمرور هي تحدد ساعات التدريب النظري والعملي. نعم. والمتفق عليه مبدئيا يكون هناك 30 ساعة تدريب نظري و60 ساعة تدريب عملي لمن لا تجد القيادة تماما. نعم. وطبعا قد تزيد السعادة وتنقص حسب مهارة المتقدمة للقيادة، قد تكون لديها يعني خبرة سابقة أو قد تكون يعني تحتاج إلى تدريب أطول، ففي الأخير المتدربة هي اللي تحدد العدد الفعلي للساعات، لكن الحد الأدنى 30 ساعة
نظري و60 ساعة تدريب عملي في الميدان. يعني جميلة هذا النوع من المبادرات، وخصوصا يعني بتحاولوا انكم تطبقوا هذه المدرسة، وانه بتسمحوا للطالبات وحتى المنسوبين او نساء المجتمع بشكل عام انهم يتحصلوا على رخصة القيادة قبل موعد اقرار هذا الخبر الجميل. دكتور عبد الله الغامدي، شكرا لك على هذه المداخلة. يعني بنعرف انه بيحاولوا قد ما يقدروا انهم بسرعه يسبقوا الوقت ويكونوا يعني مستعدين تماما قبل ما يبدا قرار، هو طلع القرار انه بس انه يطبق ويبداوا السيدات يسوقوا سياراتهم. هو والله لازم يا جماعه ترى، لانه يعني انا مثلا واحده من الناس اللي لا افقه اي حاجه في السياره ولا في القياده، يعني هو بيقول 60 او 90 ساعه، انا شكل الموضوع حيسحب معايا شهور. لا حتقدري عليها، بس طبعا يعتمد حتتجاوز الاختبار ولا لا. بس انا فعليا اللي عاجبني في الموضوع واللي حسيت ان هي فعلا ميزه ايجابيه، انه القيادات او مدارس تعليم القياده بتكون داخل الحرم الجامعي، لانها بتساعد اكثر البنات. يعني بدل ما انا اضطر اني اخرج من الجامعه واروح لمكان ثاني او مدرسه ثانيه او معهد يعلمني القياده، لا هي بتكون موجوده، فممكن اخلص محاضرتي وادخل على الحصه واخذ حصه القياده. جميل، تحسي يتسلوا يدرسوا وينبسطوا شويه. ايوه لا هم كمان بيستفيدوا من الوقت، يعني بيستغلوه.